هناك نوعان من الحقيقة، الحقيقة المطلقة المستمدة من العالم المادي والطبيعي اللي أمامنا، وهناك الحقيقة النسبية المتأثرة بعالمنا الثقافي الاجتماعي اللي كل أفكارنا فيها هي عزيزة علينا. الهوية، المعتقد، القومية، قناعاتنا، كل هذه الأشياء هي بنيات عقلية وذهنية اخترنا إنه نؤمن فيها لأنها حفرت فينا من الطفولة. هذه القناعات العزيزة المتشبثين فيها كحقيقة بالنهاية قد تنهار لو وضعت تحت الفحص والتدقيق العقلاني للأمور، وهي أيضاً قابلة للتبدل أو للتوسع أو الانكماش، يعني هي باختصار متحولة وغير ثابتة. واليوم مع وجود النت بدأت الأفكار تنتشر بشكل أوسع وأصبحت كالعدوى. هناك دليل واضح بأننا نستقبل وننقل سلوكنا وعواطفنا ومعتقداتنا مش من خلال خيارات عقلانية ومنطقية، ولكن من خلال هذه العدوى. نحن نعتقد بأننا اتخذنا قرار عقلاني، ولكن في الكثير من الأحيان هو له علاقة بالأفكار اللي عائلاتنا أو مجتمعنا صدق ووافق عليها. وطبعاً هذا شيء مش خطأ، ولكن عالمنا اليوم يخضع لتغيرات مضطردة وسريعة جداً، واتباع نفس الطريقة في اتخاذ القرارات والخيارات لا يمكن أن يقودنا إلى أن نكون مميزين أو استثنائيين. كلنا مثقف كفاية ويعرف أن هذا النوع من التغيير عم يحدث الآن. التعلق بالأفكار القديمة لا يمكن أن يقف أمام عالم اليوم، لأن التكنولوجيا والمجتمع والوعي البشري تطور إلى أبعد من تلك الأفكار. نعم، من سبقنا كان عندهم أفكار رائعة، عملوا إنجازات عظيمة وقوية، فكر بالنقود، بالمواصلات، بنظام التعليم، ولكن من فترة لتانية بيطلع شخص ما ويثور على هذه الأفكار بأشياء أفضل. المشكلة عندنا أنه إحنا وضعين عقلنا على نظام الأوتوبايلوت أو الطيران الآلي. ده اليوم إحنا مضطرين أنه ندفع بأنظمتنا دفعة لقدام على المستوى الشخصي والمؤسسي عشان نلحق غيرنا.